كلنا اللي فينا بيروح الشغل واللي فينا بيستعد ليه في الوقت الحالي. حديثنا في الشغل ربما يكون مليء بالمشاكل، مليء بالشجون. كلنا ربما بنقابل مشاكل وبنقابل ضغوطات نفسية وبنقابل ناس مش مستريحة لنا وبنقابل أشياء كتير جدا. وبالتأكيد يعني في حاجة كده اسمها الكومفورت زون أو منطقة الراحة بتاعتك. إيه هي الحاجة اللي بتحسن مزاجك في العمل؟ إيه هي الحاجة اللي أنت بتهرب ليها في أوقات كتير جدا وبتحس إن هي الملاذ الآمن ليك في العمل؟ بالنسبة لك إيه يا جمال؟ بالنسبة لي يعني بعيدا طبعا الحمد لله عن المرتب. لا بجد والله يعني فكرة زي ما أنت بتتكلم كده الراحة النفسية لما تبقى جاي عارف إن أنت هتقابل ناس بتحبها، زملاء وزميلات انت بترتاح في الشغل معاهم، البيئة العامة المحيطة بيك لما تكون لطيفة ويكون الناس كده نفوسها هادية وصافية. انا اعتقد ان دي من اكتر الحاجات اللي ممكن تقلل شوية ضغط العمل، لان احنا شغلنا الى حد كبير بيبقى فيه ضغط، خلينا نقول ضغط نفسي كبير جدا. ففكرة ان انت تكون بتشتغل مع ناس بترتاح لها وبتحترمها دي مهمة جدا وكبيرة جدا. دي رقم واحد. رقم اتنين بقى لما اجي تحديدا اشتغل مع مصطفى. ليه أيوة. بقى؟ هقول لكم ليه. مصطفى والله يا جماعة بجد. اعترافات صباحية. مبدئيا كل انواع المشروبات معاه. كل انواع الحاجات اللي تبقوا عايزين تشربوها الصبح تلاقوا في حاجات كانت اتحطت كتير جدا. والله سخن بقى بارد. كله موجود. فانت النهارده معاك المشروب. معايا جنزبيل واطلع ولا ايه؟ يعني في بقى دي اسرار. انا قلت لك انت سالتيه قلت لك لا انا هسيب ردي مفاجاه. في كان في عارف بيفكرني بفيلم كده هنيدي، كان في افيه قال، وطبعا النجم الكبير محمد هنيدي الصعيدي في الجامعه الامريكيه. فاكر لما دخل قال اجيش معاك حجاره قلم، هو يعني فاضل حجاره القلم اللي اسالك عليها. لا بجد والله انا جاي وجايب الدبليه معايا. لا والله انا باجي فعلا ما بقاش عايز اعمل حسابي على حاجه، فببقى جاي مستعد. يعني معايا جنزبيل، معايا نعناع، معايا شاي اخضر، معايا باكت قهوه، معايا كل حاجه بال يعني بال ولسه الشنطه يعني. فيها حاجات كمان سبير لو يعني زودت الحاجات يعني. زودت المنتجات اللي بجد. وفي رمان دلوقتي كمان طالع باكتس. في مشروبات كمان شتويه ومشروبات صيفيه، يعني ده حقيقي. حسب بقى احنا في انهي موسم. فبجد والله من الحاجات اللطيفه جدا كمان. بس بشكل عام والله لما بتيجي الشغل وتلاقي تبقى البيئه كده مريحه في الشغل ولطيفه، الصبح وتيجي بقى تلاقي الناس كلها وشها بشوش، دي حاجه مهمه جدا. انا لو جيت الصبح لقيت حد وشه مكشر او متضايق، لا انا بتفرق معايا جدا، ممكن اليوم كله بالنسبه لي ابقى متضايق. حتى لو كان صاحي من النوم او لسه نايم. يعني بحاول طبعا التمس دي الاعذار. ولكن كلنا بنبقى صاحيين من النوم، كلنا بنبقى لسه نايمين، ما هو ده ميعاد الشغل. فيعني انت بقى ايه؟ أنا القهوة أكتر حاجة في الدنيا بصراحة بتحسن مزاجي في العمل. القهوة، وبحب القهوة جدا بكل ألوانها، يعني القهوة الإيطالية بكل ألوانها، الكابتشينو واللاتيه وكله والقهوة العربي والقهوة التركي. ولعلمك هي مش القهوة التركي، يعني القهوة العربي مش القهوة التركي، بس احنا اللي بنطلق عليها قهوة تركي. كل ألوان القهوة بالنسبه لي حاجه جميله جدا، حاجه بتحسن من مزاجك يعني. طبعا وده طبعا يفسر النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها في الاول. وبيحاول يحسن مزاجه بنفسه يعني على اي حال دي. ايوه كملي. ده سؤال حلقتنا النهارده. احنا في الشغل دايما بنقابل مشاكل وضغوطات نفسيه، ايه الحاجة اللي بتحسن مزاجكم في العمل؟ ايه الحاجة اللي لو موجودة تقدر تخليك تتخطى ضغط العمل اللي موجود؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، اكيد مستنيين اجابات حضراتكم عشان نستعرضها مع بعض في حلقة النهاردة. صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.